السلام عليكم. بما يخص رجوع أبنائنا للمدارس اللي أحكوا عنه مرة أخرى من جديد قبل يومين، بدي أحكي عن موضوع كثير كثير مهم. بدي أحكي عن آية، بدي أحكي عن دراسة، وبدي أحكي عن إيش مفروض فينا نعمل. الآية بتقول هيك: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. سؤال: ليش رب العالمين أجا ونقل إلنا قول أنثى امرأة تشتكي، بتروح بتشتكي في شيء صاير معها مع زوجها؟ وليش ربنا كتبه في القرآن؟ ليش كتب هذا قرارها؟ ليش قال كلمتها في القرآن؟ بدي أكتب هذه الكلمات لإنسان معين، أنا بدي ألف كتاب بدي أكتب كلمات إنسان معين عندي، هل بتكون هذه الكلمات تافهة؟ لا، هذه رسالة كبيرة كثير، إنه لما في عليك ضرر أنت المفروض فيك تيجي وتحكي عن هذا الضرر اللي عليك، وتعرف كيف في إنك تقول هذا الضرر أنا لا أقبل فيه، لأنه رب العالمين لا يقبل في 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 الظلم على العباد، ولما في ظلم خلص ما ظلش ولا أي شيء. ليش أنا بقول بهذه الفكرة؟ حسب رأيي القرار في إنه الأبناء يرجعوا على المدارس، حسب رأيي هو قرار أكثر مادي وأكثر مصاري وأكثر مليارات، أنا مسميه قرار مليارات الشواكل. ليش؟ لأنه لما إحنا بندخل على الأخبار، اسمعوا إيش عملوا دراسة لكي إنه إحنا في كل أسبوع أبنائنا قاعدين فيه عن المدارس، الدولة بتخسر 2.5 مليارد شيكل. 2.5، هل هو القرار في انكم انتم خايفين على اولادي واولاد اللي بيشوفوا بالفيديو في انه ابني يخسر جدول الضرب ولا زائد ولا ناقص ولا موضوع ثاني في انه يخسر معلومات؟ ما اظنش انه الموضوع اصلا في انه احنا نخسر معلومات ولا هيك، هو الموضوع هو اكثر في انه القرار انه احنا بدناش نخسر مليارات. لحظة شوي، حطتونا في البيوت، قلتولنا اقعدوا والتزموا في البيوت، وقعدنا والتزمنا في البيوت، قعدنا في بيوتنا وما طلعناش، التزمنا في بيوتنا وكان علينا صعب ولحد اليوم علينا صعب، حتى بنشتغلش مشان احنا نكسب، مشان نقدر عن جد نعيش بمستوى حياة، بنطلعش بنروحش وبنيجي. وبآخر شيء بعد كل هذا القرار انتوا جايين بدكم ترجعوا اولادنا على المدارس، بين قوسين انتوا بتضحوا في اولادنا، عقولكم اصعب، بتضحوا حتى في المعلمين. انتوا لما انتوا بدكم ترجعوا تجمعوهم، تعرف شو يعني انت بتقول انت حتى تصلي في مسجد 19 شخص ممنوع وبعدوهم عن بعض، وانت بدك تحطهم في مدرسه، ايش الابناء بدهم يعملوا في المدرسه؟ الابناء بيكونوا فوق بعض على فكره، وهيك بس بيلعبوا، ويجوا الاولاد بده ينتقل المرض يمكن للاساتذه، بدنا نضحي بالاساتذه؟ لا، احنا لا نقبل، ولا باولادنا لا نقبل، واولادنا لما بدهم يروحوا بده يروحوا على اهلهم وعلى اجدادهم، برضه لا نقبل. انتوا بتحكوا على انه انتوا تعالوا ارجعوا في انكم انتوا حافظوا في انه هذا المرض لا ينتشر، واخر شيء احنا بدنا نعمل قبل ما انه نوصل الهدف اللي قلنا بشوي نيجي ونرفع ايدينا؟ احنا لا نقبل. كل لجان اولياء الامور لازم ترفع صوتنا، واحنا نرفع صوتنا، احنا مش مرجعين اولادنا على المدارس. ليش؟ لانه اول شيء احنا بنطالبه زي ما انتوا قلتوا لنا اقعدوا في البيت مشان تحافظوا، اول شيء احنا بنطالب فيه اتمشوا بنفس الفكره. فاذا في دواء لهذا المرض، إذا في طلع شيء اللي هو جديد في إنه يمنع هذا المرض في انتشاره، فإحنا بنودي أولادنا وفيش عندنا ولا أي مشكلة نبعث أبنائنا. أما هذا قرار جدا خاطئ، ولا مرة رايحين نبعث أبنائنا. شاركوا الفيديو لأنه صوتنا لازم يوصل.